اكو بنات يطبن يقولن مثلا احنا نريد دعم بس بنفس الوقت نريد يعني نصعد ياك بث مباشر، وهذا مثلا ويا حساب الدعم بس نصعد بث مباشر. خوش. اي فانا ما يعني اعتبره هذا شغل يعني، مو هي تطلب ان اصعد ياك بث مباشر ودعم وخذ نسبه ماديه. ماكو اعلان بالبث المباشر؟ ما اعرف والله، واغلب المشاريع ايش يسوون؟ والله العظيم اغلب المشاريع ايش يسوون؟ ما اعرف بعد هذا الموضوع يمك، يعني انت تاخذ يعني تاخذ مبالغ. انا ما اذا تقول لي مثلا بس دعم مباشر، يعني بس دعم مباشره انا اسوي بس دعم، بس هي تقول لي اريد بث مباشر همينه وايش قد مثلا نص ساعه. اكو مثلا بيجات مثلا بنات يسوون مثلا دعومات وتصعدي انت على مود الدعم وذن الشغلات، بس اكو بنات تقول لك لا بس بث مباشر واحنا نعطيك نسبه. حلو.